خلونا بقى نروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره، حيث تتواجد زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم. ومش موجوده والسلام، لا ده كمان موجوده في اجواء كريسمس احتفاليه جميله، وعشان كمان هي جاهزه تعرفنا اخر الاخبار والمستجدات. يا هنا صباح الفل عليكي، وكل سنه وانت طيبه، وميري كريسمس. صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. طبعا في البداية خليني أنا كمان أقول لك كل سنة وأنت طيب، إن شاء الله تكون سنة سعيدة مليئة بالإنجازات والانتصارات، وطبعا كل مشاهدين قناة النادي الأهلي طيبين. خلونا بقى نبدأ بأخبار الفرق الرياضية، والبداية من الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيكون عنده مباراة أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري. مباراة إن شاء الله هتكون الساعة 7 مساء على استاد القاهرة، يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق، وإن شاء الله بقى يرجع مرة تانية يحقق سلسلة الانتصارات ويقتنص 3 نقاط في بطولة الدوري. كمان يا كريم خليني أقول لك إنه على هامش مباراة اليوم اللاعبين اللي خارج قائمة النادي الأهلي هيخوضوا مران صباحي، يعني تجمع الفريق كان الساعة 10 صباحا، والمران إن شاء الله هيبدأ الساعة 11. طبعا ده عشان بقى يكونوا كمان اتمرنوا النهاردة لأنهم خارج قائمة المباراة. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى، وامبارح كان يوم حافل بالبطولات والانتصارات في الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي. شباب السلة 20 سنة قدر يحسم بطولة منطقة القاهرة على حساب الشمس بنتيجة 65-64. الحقيقة هي كانت مباراة كبيرة جدا، الشمس كان خصم وند قوي للنادي الأهلي، لكن الحقيقة أنه شباب كرة السلة 20 سنة قدروا يحسموا المباراة لصالحهم ويحسموا بطولة منطقة القاهرة، يعني طبعا ببارك لهم وببارك لجهاز كرة السلة بالنادي الأهلي. كمان ناشئات كرة اليد 2006 أيضا قدروا يحسموا بطولة منطقة القاهرة لصالحهم على حساب فريق مستقبل الأهلي بنتيجة 29-22. المباراة كانت بتقام هنا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. أيضا الحقيقة ناشئات كرة اليد عملوا مباراة كبيرة وتوجوا بالبطولة، فطبعا أيضا بنبارك لهم. واستكمالا بقى للحديث عن كرة اليد، سيدات كرة اليد بيستعدوا بشكل قوي لمبارياتهم القادمة. عندهم مباراة مهمة في نصف نهائي بطولة كاس مصر هتكون أمام فريق سبورتينج، ده طبعا بعد تغلبهم على فريق الشمس بنتيجة 34-26 في ربع نهائي البطولة، فبيستعدوا بقى بشكل قوي للمباراة القادمة وكمان مباريات الدوري. خلونا كمان بقى نتكلم على منتخبنا الوطني لكرة اليد، واللي غادر أمس لرومانيا عشان يخوض بطولة ودية استعدادا لبطولة العالم اللي هتقام في السويد وبولندا. إن شاء الله منافساتها هتبدأ يوم 11 يناير. بيشارك مع منتخبنا الوطني سباعي النادي الأهلي لاعب إبراهيم المصري، عبد الرحمن حميد، أحمد عادل، مهاب سعيد، أحمد خيري، محسن رمضان، وعبد الرحمن فيصل. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ومنتخبنا الوطني لكرة اليد، لأنهم الحقيقة دايما بيعودونا انهم بيشرفونا في جميع المحافل الدوليه وبيحققوا مراكز متقدمه، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في بطوله العالم القادمه. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة ورجال الماسترز. رجال كرة الطايرة بالنادي الأهلي بيحققوا فوز على فريق سموحة بنتيجة 3-1 ضمن منافسات بطولة الدوري، يعني يمكن شفنا المباراة أمس كانت مباراة كبيرة، أنهوا الشوط الأول بنتيجة 25-18 لصالحهم، الشوط الثاني انتهى لصالح سموحة بنتيجة 28-26، لكن قدر النادي الأهلي بقى يحسم الشوط الثالث والرابع بنتيجة 25-19 و27-25 عشان بقى يكون بيقتنص نقاط جديدة في المرحلة الأولى في بطولة الدوري. يوم السبت القادم هيكون عندهم مباراة مهمة جدا، هتكون مباراتهم أمام الزمالك في الزمالك، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بقى يقدروا يحققوا فوز، لأن رجال ماسترز حتى الآن فازوا في جميع المباريات ماشيين بخطة ثابتة جدا، إن شاء الله بقى تكمل على خير وأيضا يفوزوا يوم السبت القادم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لسيدات كرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة بيواصلوا أيضا استعداداتهم للمباراة القادمة، مباراتهم القادمة هتكون أمام فريق هليوبلس يوم الجمعة القادم، يعني طبعا آخر مباراة كانوا حسموها لصالحهم أمام فريق وادي دجلة. يستعدوا بقى بشكل قوي جدا لمباراة هليوبلس المباراة القادمة، إن شاء الله أيضا يقدروا يفوزوا في المباراة.
كمان بقى أخيرا خلونا ننتقل للعب التنس الطاولة ورجال وسيدات. النادي الأهلي عاملين بطولة كبيرة جدا في البطولة العربية، يعني بيفوزوا في جميع المواجهات. أمس قدر سيدات تنس الطاولة يفوزوا على فريق الأعمال الحرة بنتيجة 3-0، ورجال تنس الطاولة أيضا قدروا يحققوا فوز على الفريق الكويتي بنتيجة 3-0. يعني زي ما احنا قلنا الحقيقة ان هم ماشيين بخطة ثابتة جدا، والحقيقة دي مش حاجة جديدة على رجال وسيدات تنس الطاولة. البطولة بتقام في مجمع صالات استاد القاهرة، ان شاء الله بقى نكون خلال ايام قليلة جدا بنحتفل مع رجال وسيدات النادي الاهلي بتنس الطاولة بتتويجهم بالبطولة العربية. يعني دي اخبار الفرق الرياضية المختلفة. كمان بقى قبل ما اختم كلامي، ويمكن زي ما انت قلت يا كريم، في اجواء مميزة جدا بتسيطر على مقر النادي الاهلي بالجزيرة بمناسبة راس السنة، يمكن الديكوريشنز موجودة في كل مكان. وكمان بقى خليني اقول لكل اعضاء النادي الاهلي اللي بيتابعوا 10 الصبح في الاهلي انه هيكون في عدد من الحفلات داخل افرع النادي الاهلي المختلفة. غدا ان شاء الله هيكون في حفلتين في مقر النادي الاهلي بالجزيرة ومدينة نصر وايضا الشيخ زايد بمناسبة راس السنة، وده هيكون طبعا منظم من قبل لجنة الشباب. ويوم الجمعة بقى هيكون في 3 حفلات خاصة بالاطفال ايضا في افرع النادي المختلفة، مدينة نصر والشيخ زايد والجزيرة، عشان بقى نحتفل ونستمتع كلنا. قبل ما اختم كلامي خلوني اقول لك يا كريم كل سنه وانت طيب مره ثانيه، ولكل مشاهدي النادي الاهلي، والان العوده ليك مره اخرى في الاستوديو. انت طيبه وبصحه وبسلامه، ويا رب دايما محتفلين، ويا رب دايما حفلات وافراح، ويا رب كمان السنه الجديده تكون سنه خير علينا كلنا. كل سنه وانت طيبه يا هنا، بشكرك على وجودك معانا النهارده من خلال هذه التغطيه المتميزه كالعاده.